خلينا بقى نروح للمباراة المرتقبة بكرة، ومباراة هتقام لأول مرة خارج مصر وفي السعودية. هنشوف عائد مختلف أعتقد ممكن يحصل لمباراة بكرة، بعد لما التذاكر اتفتحت بنص ساعة ما كانش فيه ولا تذكرة أونلاين لمباراة الأهلي والزمالك. بصي، خلينا نتفق ان مباراة الاهلي والزمالك هي اهم مباراة في الشرق الاوسط من زمان، وان شاء الله هتفضل طول العمر. يعني مباراة الاهلي والزمالك الفريقين الوحيدين اللي ليهم جماهير في اي حتة في مش يعني في العالم طبعا، ولكن بتركيز اكبر في المنطقة العربية طبعا. اي دولة. احنا يعني الحمد لله رحنا دول كتير جدا، هتلاقي الاهلاوي والزملكاوي، يعني السعودية، قطر، امارات، كل الدول تروح هتلاقي مثلا واحد بيشجع الهلال بس اهلاوي، واحد بيشجع الاتحاد وزملكاوي، فهتلاقيه ده هو بيقول لك كده. وده لمسناه ساعه كاس العالم للانديه لما النادي الاهلي كان بيشارك هناك، ولمسناه في اكتر من مناسبه. يعني شفنا كاس السوبر قبل كده بيقام في الامارات، الملعب كامل ما فيش مكان لرجل يعني، ونفس الموضوع بالنسبه للمباراه دي. فطبعا ان شاء الله المباراه تخرج بشكل مناسب. حاجة كويسة ان المباراة بتقام خارج مصر، لان ده بيدل على قوة الفرق المصرية. صحيح. وعلى ان احنا متشافين كويس. احنا الفرق بتاعتنا سلعة كويسة متشافة ومطلوبة، مطلوب ان هي تبقى موجود في الامارات، مطلوب ان هي تبقى موجودة في السعودية، زي ما بنشوف الدوري الايطاليا مثلا بيلعبوا السوبر بيلعبوه في السعودية او في الامارات او في الصين، بنشوف انجلترا في نفس الوقت برضو الطلب. يعني احنا دلوقتي في نفس الكاتيجوري بتاع البلدان الكبرى في كرة القدم. طب عايزين بقى نتكلم كده على الاستعدادات الأخيرة والنهائية قبل الماتش المهم جدا ده، ديربي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك. نبدأ بالأهلي. كولر اختار انه يوصل هناك السعودية قبل المباراة ب 48 ساعة، شاف يعني السبب ده ايه، وكولر هيلعب الماتش ازاي؟ طيب خليني اقول لك ان كولر ما عملش جديد، هو ده اللي بيعمله في كل مباراة خارج مصر. يعني لو انت رجعنا بالزمن بس فتره بسيطه اسبوعين، هنلاقي ان كولر راح الجزائر عشان يلعب مع في البطوله الافريقيه قبلها ب 48 ساعه، وكان فاضل اسبوع والمفروض ان هو يروح يلعب مع مدياما الغاني، رجع هنا القاهره وفضل يعمل خطته هنا واستعد بشكل كويس قبل السفر لغانا ب 48 ساعه، وحصلت مشكله الطياره اللي حصل فيها عطل بعد ما عملوا ترانزيت في مطار كوماسي في غانا، ووصل قبل المباراة بيوم واحد. فكولر امبارح اتكلم في الموضوع ده كمان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وقال انا بحب اعمل التاكتكس بتاعتي كلها، خلص الشغل الفني بتاعي كله في القاهرة في الملعب بتاعي، وبعد كده اسافر. بيبقى اللي بنعمله هنا في السعودية او في اي مكان في البلد اللي هنلعب فيه بيبقى مجرد يعني احماءات وتدريبات عاديه، ولكن احنا خلصنا الهوم وورك. اللعيبه بس رجلها تاخد على الملعب اللي هيتلعب فيه لا اكتر ولا اقل. هو قال كده، احنا خلصنا الهوم وورك بتاعنا، خلصناه في الـ في الـ في يعني في ملعبنا، ونيجي نشتغل هنا بقى المباراه على طول، مجرد بس بنتعود على الاجواء ونستعد بشكل كويس. كولر على المستوى الفني بقى بالنسبه للمباراه عنده يعني عنده مشاكل كتير قوي بصراحه، اهمهم طبعا خط الهجوم، لان اصابه وسام ابو علي فرقت كتير. صحيح. مع النادي الاهلي طبعا في ظل المشكله اللي ما بين كولر وكهربا بسبب عدم سفره مع الفريق لمباراه مدياما بسبب ارتباطه طبعا بزفاف شقيقته، فطبعا كولر ساعتها بلغ كهربا ان انت المهاجم رقم ثلاثه بالنسبه لي، رقم ثلاثه على اساس ان في مودست انتوني مودست ووسام ابو علي وكهربا. جه وسام ابو علي تالق في مباراه بلديه المحله وسجل هدفين وظهر بمستوى كويس جدا، فبالتالي ده عزز من قوه قرار كولر ان انا دلوقتي يا كهربا انا عندي البديل الجاهز اللي الجماهير راضيه عنه، لان في النهايه خلينا نكون صراحة الناس مش راضيه عن اداء مودست مع النادي الاهلي، مودست لم يقدم ما يشفع له للاستمرار مع النادي الاهلي برغم المبلغ الكبير اللي مدفوع فيه، ولكن في النهايه ما قدمش اي مردود فني نقدر نقول ان هو كويس. ولكن وسام العكس تماما، اول مباراه سجل هدفين، فطبعا دي بتدي يعني انفراجه لجماهير النادي الاهلي، ولكن ده للاسف وسام مش موجود في المباراه. فهنا كولر في مشكله، هل هيعتمد على مودست في مباراه كبيره زي دي، مباراه كل جماهير النادي الاهلي، مباراه مفصليه في الموسم، ها
هل لان المباراه دي الفوز فيها نفصل الفوز هيخليك تاخد دفعه كبيره لكل البطولات اللي جايه تشامبيونز. طب او اول لقاء لجوماز مع كولر، كيف ستكون مباراه كولر سلاش جوماز؟ لا هي صعبه جدا لان الظروف مختلفه. كولر بقاله سنتين في النادي الاهلي، عارف اللعيبه، عارف امكانيات اللعيبه، عارف الشكل اللي هيلعب بيه. جوميز بقاله 3 مباريات بس مع نادي الزمالك، لحد دلوقتي لم يستقر على تشكيل واضح لنادي الزمالك. مباراه بيلعب عبد الله السعيد في مركز، مباراه ثانيه ما بيلعبش بيه، مباراه بيلعب بيه في مركز ثاني خالص. بس خلينا نتفق ان لما بننزل مباراه اهلي وزمالك الملعب بيبقى مختلف، يعني ايا كان الفرقتين بياخدوا شكل مختلف. بس وجهه نظر المدير الفني بتفرق كتير جدا، يعني زي ما حضرتك قلتي كولر وجوماز الافضليه طبعا هتكون لكولر لان هو مستقر فنيا، مستقر مع الفريق، عارف لعيبته كويس. جوماز لسه بيتعرف على لعيبه نادي الزمالك. الزمالك برضو عنده لعيبه مهمه، عنده عبد الله السعيد، عنده شيكابالا، عنده يعني مصطفى شلبي رجع له كان غايب الفتره اللي فاتت، عنده واحد من اللعيبه المحوريه زي دونجا. فطبعا الزمالك برضو سكواد قوي، محتاج ان المدير الفني لو فاهم الامور كويس ومسيطر على اللعيبه هيمشي ان شاء الله بشكل كويس. طب سريعا الغيابات ممكن تاثر ازاي في كل من الفريقين في الاهلي والزمالك؟ احنا لسه متكلمين على وسام ابو علي اللي هو تالق في ماتش بلديه المحله وكمان يعني مهاجم مهم جدا في النادي الاهلي. بالنسبه للزمالك الغيابات هتكون عامله ازاي واي فريق هيتاثر اكتر بالغيابات؟ الزمالك عنده غيابات كبيره طبعا، عنده الونش، عنده صليبي، عنده عبد الشافي، عنده صليبي، فعنده غيابات كبيره جدا. ولكن الزمالك بعد التجديدات الزمالك بقى كويس، ممكن اقول لك الزمالك هيلعب بتشكيله هيبقى شكله واضح نسبيا. سواء محمد صبحي او عواد الاقرب فيه لسه الراجل ما حسمش واحد فيهم هيلعب. عنده عمر جابر هيلعب ناحيه اليمين، رجع له احمد فتوح ودي دفعه قويه جدا لنادي الزمالك. عنده المثلوثي بيلعب مساك جنب حسام عبد المجيد، 2 ديفندرز هيبقى دونجا ومحمد اشرف روقه، وقدامهم عبد الله السعيد وزيزو موجود ومصطفى شلبي، وفي الهجوم ناصر منسي، وفي على الدكه اوراق رابحه كبيره اهمهم طبعا شيكابالا وسيف الدين الجزيري. الاثنين اوراق رابحه هيبقوا للزمالك كتير جدا، ممكن يحصل تعديلات ولكن ده التشكيل الاقرب بالنسبه لنادي الزمالك. كل الشكر ليك استاذ محمد يحيى الناقد الرياضي وصحفي بجريده الوطن، نورتنا وشرفتنا وعرفتنا احنا متوقعين نتفرج على ايه بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك معانا. ان شاء الله ماتش حلو جدا يسعد كده كل الجماهير، اهلي والزمالك بكره ان شاء الله نهائي كاس مصر في المملكه العربيه السعوديه.